بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات الكأس أينما كنتم وأينما تواجدتم طابت أوقاتكم هذه الأيام بالتحديد. نعم هبوب رياح الشمال قد تضرب بقوة على جنوب الأشياء التي ستكون حاضرة في أحداث هذه المواجهة بالدوري ب 25 نقطة ما بين الدحيل الذي يأتي المركز الثالث ب 19 نقطة، لكن تمنى في بطولة الدوري أن ينتهي هذا القسم وأن يكون العربي في هذا المكان ربما قد يحصل على مقعد آسيوي. طبعا سيبقى نادي الغرافة وينتظر نادي الوكرة وجماهير الوكرة ومحبي الوكرة بأن يكون هنالك غرافة من أجل الحفاظ على المركز الرابع خلال منافسات بطولة الدوري، وبالتالي هنالك إمارة التدريبية فعليا في موسم 2002-2003 عندما قاد شباب نادي ألميريا الإسباني، ومن ثم كان هنالك حضور أيضا مع نادي فنجا العماني. كرة تعود مرة أخرى محمد ماجد محمد هذا هو هشام شدران المدرب الحاضر هذه المواجهة صاحب 53 عام الرجل من مواليد مدينة الرباط هنالك في المغرب. الكلام عن الرجل الذي بدأ مسيرة التدريبية تجاه الجابري يعود لأمجد عطوان للناحية اليمنى. خليفة سعد يفضل العودة للدول العراقي وقائد المنتخب العراقي كان غائب أمام مباراة العنابي اللي خسر فيها المنتخب. عبد الغني منير هذا هو هشام شدران يريد أن يحدث مفاجأة من خلال بطولة الدوري. مراد ناجي كرة لفترة طويلة جدا على مستوى المحطة الآسيوية حاضرين بجدية وثبات من خلال الذي بدأ به يا هشام شدران الشوط الثاني، لأنه نادي الشمال بدأ الشوط الثاني قوي، نادي الشمال بدأ الشوط الثاني لم يتراجع، نادي الشمال بدأ إبراهيم النصر يعرف الجواب يعطينا الجواب. كرة تتحول مرة أخرى لمسة من جديد عن طريق الجابري إلى الحاضر ناصر إبراهيم النصر تنقل للناحية اليسرى محاولة لكرة عرضية مرمى متولي داخل المنطقة متولي لمسة من جديد عن طريق أمجد عطوان هو الشقيق ولا تشابه اسماء مرة أخرى عن طريق من يتواجد تالا لكن برافو الجابري يقاتل الجابري تشعر أن الجابري يحمل سيف ودرع نادي الشمال في الخط الخلفي. الكلام عن محمد الجابري ماتياس ناري تنقل باتجاه الجابري مرة أخرى يبحث عن تمريرة باتجاه أمجد عطوان أول ماجد محمد الجابري تعود إلى إكرامي إلى محسن اليزيدي إلى الجابري اليزيد إلى النصر يحاول بكرة عرضية الرأسية لعناصر صحيح سعود النصر شقيق إبراهيم النصر إلى شقاء يتواجهوا في هذه المواجهة في أرضية الملعب. حتى الآن المباراة تبتسم لسعود على حساب ناصر يزيدي. كرة تعود من جديد رأسية حضر جول لنادي الشمال. رياح الشمال تضرب مرمى الوكرة وتعود في نتيجة المباراة برأسية أوسكوبار ارتقى فوق الأعلى من الجميع ضرب كرة براسة رمية جانبي ما بين الفريقين. عزيزي المتابع من خلال بطولة الدوري كان هنالك تعادل 1-1 في آخر نتيجة جمعت ما بين الفريقين في عام 2014 إلا إذا العرضية للقائم الثاني عدت إلى رمية جانبية. عرضية البديل سيد أحمد محمد عدت لرمية جانبية وهشام جدران يقول له قصرها شوي حبي وعشاق النادي الأهلي المصري ملك وزعيم الكرة الأفريقية بحصوله على كأس السوبر الأفريقي اللي كان مقام هنا في الدوحة. تعود من جديد السعود في هذه اللعبة من مال
في الجولة العاشرة ليصبح الوكرة ب16 نقطة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية منتصر الأزهري.